أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني
وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإن تخرج الموتى وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا بسم الله الرحمن الرحيم يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس
الناس في المهد وكهلا. وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل صدق الله العظيم. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس صدق الله العظيم. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل
وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإن تخرج الموتى بإذني وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ تخلق فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإن تخرج الموتى
صدق الله العظيم. وإن كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. وإذ أوحيت إلى الحواري أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة هل يستطيع ربك
ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله قال اتقوا الله إذ قال قال اتقوا الله قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم إذ قال قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم
قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها قال عيسى بن مريم اللهم ربنا قال عيسى بن مريم اللهم ربنا تكون لنا عيدا قال عيسى بن مريم اللهم ربنا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإذ قال الله يا عيسى
ابن مريم أنت قلت أأنت قلت للناس تخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك وإذ قال يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يقول لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك
صدق الله العظيم. قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما إنك أنت علام الغيوب. ما أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله Oh!
لما فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت قال الله أنت يتوفى الصادقين رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم.
صدقهم. لهم جنات قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. لهم جنات قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. لهم جنات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم. لله ملك السماوات والأرض وما لله ملك السماوات والأرض وما فيهن لله ملك السماوات والأرض وما كل شيء قدير. صدق الله العظيم. أنا بحرورة رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجيء القرآن يوم القيامة فيكون يرب حمده فيلبس تاج الكرامة ثم يقول يا رب ارضى عنه فيرضى عنه فيقال له ارضى وارضى ويزداد بكل ايات الله حسن. صدق رسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم. استمعتم لحديث رب العباد للعباد من اخر سوره المائده من ذلك العلم القراني من فضيله القارئ الشيخ محمود الشحات محمد انور.